انا فؤاد ولد اماني، انا عايش في الديار الايطاليه. المهم الوالد ديالي توفى وبسبب كورونا انا ما قدرتش نجي. المهم ما حضرتش الوفاه ديالو، ما حضرتش المهم مراسم ديال الدفن ديالو، كلشي ما حضرتش ليه. المهم انا بيني وبين الوالد ديالي والوالده ديالي علاقه مزيانه. المهم انا عشت هذا الالم ديال انني ما حضرتش الوالد ديالي للدفن، زادوني الخوت ديالي واحد الالم اخر، طلبوني بالتنازل على الورث ديالي باش يمكن لهم يوريوني الام ديالي. هذا اللي انا ما تقبلتوش. ما يمكنش ان على اساس انني عايش في الخارج وبعيد يطالبوني بهذا الطلب لانه غير قانوني وغير اخلاقي. يعني الاخت ديالي في التليفون كانت تطالبني بالتنازل على الورث ديالي باش توريني الوالده ديالي اللي هي باقا في الحياه ومريضه، وانا كنرفض هذه المساله هذه لان ما يمكنليش انا الام ديالي ان نشوفها على اساس انني نتنازل على الورث ديال الوالد ديالي. ماشي مساله ماديه ولكن هذه مساله انا كنرفضها، لان العلاقه ديالي مع الام ديالي والاب ديالي كانت دائما مزيانه. الاخوان ديالي كيطالبوني بانني نتنازل على الورث باش انني نشوف الوالده ديالي، هذا ما يمكنش، واحد الحاجه مستحيله. ماشي من ناحيه ماديه ولكن انا كنرفض هذه المساله لانهم كيطالبوني بواحد الحاجه غير قانونيه، وانا كناشد جمعيات انسانيه وحقوقيه انهم يدخلوا في هذه المساله هذه. وجانا غادي في مسطره قانونيه وتنطالب بانني نشوف الوالده ديالي ونشوفها في الدار ديال الوالد ديالي، لانني كوريث كبحالي بحالهم. الاملاك انت كما كتشوف هي كاينه الدار هنايا، وكاين مبلغ مالي في البنكة، وكاين اراضي ديال الوالد ديالي في العروبيه كما كنقولوا. قرب الميكرو. وكاين اراضي ديال الوالد ديالي في العروبيه. المهم هذه مسطره قانونيه، راه عندي محامي ديالي انه كيدافع على الحقوق ديالي. ولكن انا بغيت الام ديالي انها مريضه مرفوع عليها القلم ما تقدرش تتواصل معايا، وهما كيستغلوا هذه الفرصه هذه. وانا عامين بعد التذكير، عامين من نهار اللي توفى الوالد، نهار 3 ايام ناضوا كيطالبوا بهذه المسائل، وانا عامين ما شفتش الوالده ديالي، عامين لمدة سنتين انني ما شفتش الوالده ديالي. المهم حيت انا عايش في الخارج، قال لك انت مسك عليك الله عايش في الخارج، يعني خصك تنازل. يعني هنا كاينه صيفطات لي الاخت ديالي اللي هي دابا عايشه هنا في الدار، صيفطات لي وكاله على اساس انني نمشي نصادق عليها في القنصليه ونصيفطها لي على اساس انها تصرف في كل شيء. ولكن هذا الامر انا كنرفضو في الاخر، ان منين رفضت رفضوا انهم يوريوني الوالده ديالي. كنت نتواصل معها عبر الواتساب، كنشوفها كتشوفني، كان المهم كنحير راحي مني ما كنقدرش انني نهبط، لان عارف الناس ديال الجاليه عندهم شهر ديالهم تيجيو لهنايا للمغرب تيحيوا الرحيم تيحيوا مع الاهل ديالهم. هما قطعوه لي على اساس ضغط، على اساس ضغط باش نتنازل اليوم على الورث ديال الوالد ديالي، لان دابا هما زادوني الم ديال الوفاه ديال الوالد ديالي وما حضرتش ليه، زادوني على اساس انهم حرموني من الوالده ديالي. يعني حنا خوت سبعه. المهم جوج هما عايشين دابا هما مع الوالده ديالي، والوالده ديالي عندها، بغيت نذكر بان عندها طبيب على مدى الحياه، وانا ما عارفش، انا كنت نعرف من الوالد ديالي، الوالد ديالي هو اللي كان تيتكلف بهذه المسائل هذه. انا ما عارفش واش الوالده ديالي واش بلا روتريت اللي خلى لها الوالد، واش ممكن ان واش هما تيتصرفوا تيطببوها تيراعيوها كما يجب، لان هادشي كلشي محجوب عليا. راه هي انت كتشوف كطالبني بوحدة على اساس انني نتنازل، هذا ابتزاز، انا كتبتزني انني نتنازل باش نشوف الوالده ديالي معايا. الحق ديالي انا ما ماديا ما نقدرش نقول، نقدر نقدروا ماديا ما نقدرش، لان كاينه غير كاينه الدار وكاين المبلغ المالي اللي انهم حاجبين عليا، لان حتى الوثائق ديال من شهاده الوفاه
عدد المتوالات واخا صيفط لهم لاكارت ما بغاوش يصيفطوا لي هاد الوثائق، ما بغاوش يخليوني نطلع على حتى شي حاجه، لان يعني دابا المحامي هو اللي راه قايم بالواجب، وانا كنطالب جمعيات حقوقيه او انسانيه، وتنطالب السيد الحموشي انه يتدخل على الخط، لان هذه المساله ما يمكنلاش توقع في بلد فيه قانون فيه كل شيء، ان انسان بحال هذا يتجرا انه يطالبك ويساومك على انك تشوف الوالده ديالك بهذا المستوى هذا. لا ما كاينش تدخل، لان اول مره انا يلا هبطت من بعد الكوفيد، من بعد سنتين انا عاد تمكنت من تحلل الحدود هبطت، وهذه يومين انا كنجيب مع عون قضاء وما تيبغيوش يحلوا لي الباب، ما بغاوش يحلوا لي الباب مع عون قضاء، ودابا انا تابع المسطره تابع القانون، لانني عندي ثقه في القانون ديال المغرب، في بلادي انا عارف فيها قانون، خصني نتبعو باش نشوف الوالده ديالي بقانون. البارح صيفطت لي الاخت منين عرفوا بانني جيت مع العون وما بغاوش يحلوا، صيفطوا لي ميساج في الواتساب على اساس نشوف الوالده ديالي في الشارع في اي قهوه، واش 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 هذا يعقل؟ على اساس انني نشوف الوالده ديالي في هذا اللي رباتني، وانا دابا عندي 55 سنه، عمرها ما كانت شي ضغينه بيني وبين والديا، واش انا نشوف الوالده ديالي في الزنقه؟ الناس المسؤولين انا سنطالب منهم انهم يوقفوا معايا، ويوقفوا معايا من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الانسانيه ومن الناحيه الحقوقيه. الا كان شي واحد انه يتمكن انه يساعدني على اساس ان انا المهم ديالي ماشي هو التركه اللي خلى الوالد ديالي، لان التركه اللي خلى لي الوالد ديالي قانونيا انا يمكن يحصل عليها، غنتبع القضاء غنحصل عليها، ولكن الوالده ديالي اللي منعينا عليا، واش انا ندخل بالقوه للدار باش نشوف الوالده ديالي؟ انا واحد الانسان تنحترم القانون، تنحترم الاجراءات القانونيه، انا ما يمكنليش نتصرف من ذاتي باش ندخل عند الوالده، انا مع عون قضاء ما بغاوش يحلوا لي الباب باش ندخل نشوف الوالده ديالي، انا ما عارفش الحاله ديال الوالده ديالي كيفاش دايره، وانا كناشد السيد الحموشي على اساس انه يتدخل في هذه المساله هذه، وتناشد جمعيات حقوقيه وجمعيات انسانيه او اي شخص كما كان يكون مغربي انه يقف معايا خارج الوطن او داخل الوطن. مهم كنشكركم على انكم سمعتوا ليا، والرقم هو عندي على اتصال، انا باقي هنايا في المغرب وكنحاول دائما انني نشوف الوالده ديالي بطريقه قانونيه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.